نتحدث على هذا الشخص. نحن في جبهة التحرير الوطني نلتمس أن نطلب من رئيس الجمهورية الاستمرار، وأمل جبهة التحرير الوطني أن يقبل هذه الدعوة. إعادة البناء الوطني يوم يقبل رئيس هذه الدعوة سوف يجتمع بالضرورة مجلس الشورى الوطني ويدرس كل الخيارات الممكنة له، لكن في قناعة عقل المنكرين أن المقاطعة غير واردة في استحقاق مثل هذا اللي هو استحقاق رئاسي. المقاطعة غير واردة، يريد لبوتفليقة أن يترشح لعهدة خامسة. بوتفليقة ميت، يعني محنط. هذه مش حتى العهدة الرابعة نتكلموا عليها، العهدة الخامسة. خاطش كي تشوف ولد عباس هو اللي كان في العهدة الخامسة. العهدة الرابعة كان فيها سعداني، كان مع العهدة الخامسة. يعني الشعب ثار عليه أمثاله، عليه وعلى أمثاله. من بعد ولا هو قال لك راه كان مع الحراك، وأنه ندد بالفساد وإلى آخره، وخرج أكثر من مرة وقال أنه في وزارة السياحة، وإن كان هو وزير السياحة، كانت الفنادق تباع بالدينار الرمزي، ومراكز الدولة تباع بالدينار الرمزي، وأراضي الشعب تباع بالدينار الرمزي، وندد وخرج عنده تصريحات في هذه بعد ما طاح بوتفليقة اللي كان يريد أن يذهب إلى عهدة خامسة. لماذا نتحدث عليه هذا؟ نتحدث عليه لأن الأخبار تحدثت، وعندها يومين الآن، وتلاحظوا أني ما تكلمتش عليه في اللايف اللي فات. قلت بلك مش مؤكد، بلك يخرج يدير تكذيب. ما كانش، على الأقل فيما وصلني ما كانش تكذيب منه، ونشرتها في البداية موقع معين، وأخذت عليه عدة جهات، وخرجوا الوثائق. وهو أنه خذا 2000 هكتار، 2000 هكتار باسمه 1000 هكتار، وباسم خوه 1000 هكتار، من منطقة نقوسة، هذه في ورقلة، قال لك لي الاستصلاح الزراعي. اللي ما يعرفش أو اللي ما يقدرش يقدر الهكتار بالمتر المربع، 2000 هكتار هي 20 مليون متر مربع. يعني لا، راه قدامك عندك دارك فيها 100 متر مربع، أحسب واش تجيب 20 مليون متر مربع، أو إذا عندك حديقة فيها 1000 متر مربع، شوف واش تجيب 20 مليون متر مربع. 2000 هكتار هي 20 مليون متر مربع، وبالكيلومتر هي 20 كيلومتر مربع. على السريع شفت بعض الدول، هناك دول أن نعطي لكم أسماءها على الأقل، دول لا تصل مساحتها إلى 20 كيلومتر مربع، على الأقل 3 دول. هناك على الأقل 3 دول، خلينا أعطيكم باش تكون عندكم معلومة دقيقة. كاين دولة تسمى دولة ناورو. دولة ناورو هذه جزيرة، تقع الجزيرة المرجانية ناورو في جنوب غرب المحيط الهادي، وتبلغ مساحتها 20 كيلومتر مربع، بالضبط المساحة اللي اداها بن قرينة. طبعا زاد مع أخوه، لكن هي في الحقيقة سواء هو أخوه أو ليه، يعني بس بن قرينة تساوي دولة كاملة هذه ناورو. أما إذا رحنا لإمارة موناكو، اللي هي كما تعرفوها تقع في الأراضي الفرنسية ولكنها شبه مستقلة، إمارة موناكو مساحتها 2.2 كيلومتر، أي أن بن قرينة ادى 9 مرات قيمة مساحة إمارة موناكو. وإذا رحنا للفاتيكان اللي مساحتها 0.5 كيلومتر مربع، والفاتيكان دولة بالمناسبة ومعترف بها عالميا، فإن بن قرينة أخذ قيمة 40 فاتيكان، 40 دولة مثل الفاتيكان، أو 40 مساحة الفاتيكان، 40 مرة مساحة الفاتيكان أخذها بن قرينة بهذه. هل صرح بهذا الكلام؟ خلنا نشوفه لما سئل عن أملاكه وش قال. مليح دائما باش نجيبو لهم بالأدلة يعني وبالتفاصيل، باش ما عندهمش وين يروحوا.
هنا يصرح بممتلكاته. عبد القادر بن قرينا وكان نشوفوا الحساب البنكي تاعك شحال راح نلقاو؟ عندي في السي سي بي بالك 140 مليون سنتيم. عندي حساب بالعملة الصعبة لا أدري يمكن يكون 10,000 يورو دولار أظن دولار مش يورو لا أتذكر موجود. وعندي في بنك لاجي بي بنك حساب بحدود أظن 70 أو 60 مليون سنتيم. وعندي دين علي بحدود 10 ملايير سنتيم. يسالوك 10 ملايين. يسالو 10 ملايين معناها في نهايه المطاف كاع واش قال راهو في راه في النقص لانه يسالو 10 ملايين. لكن كاين مقطع واحد اخر بعد هذا باش نكونوا دائما منصفين. يسالوك 10 ملايين. هذا هذا هذه ذمتي الماليه. عندي مسكن في ورقلة افكات نصب جماعي وعندي مسكن اشتريته عن طريق المزاد من محكمه الجزائر موجود في العاصمة. فيلا ولا مسكن؟ فيلا مسكن فيلا يعني. هذا 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 وش عندي أرض زراعية استصلحتها ببيع داري لما درت عملية جراحية في ألمانيا ورفض الوزير لوح كوزير للضمان الاجتماعي يعطيني تكفل وكنت تقريبا في حالة نصل إلى حالة الشلل. بعت مسكني ودرت عملية جراحية ما توفر منها وشاط منها درت منه استصلاح زراعي في إطار الاستصلاح وليس الامتياز أرض بور وليس أرض امتياز. استصلاح وفي إطار وليس الامتياز. ما قلناش في هذا النقاش أن هذه الأرض الزراعية هي 2000 فيها 1000 هكتار باسمه 1000 هكتار باسم خوه. خلينا نشوف الوثائق نتاعهم تاع هذا ربما الناس راهم شافوهم نشروا هاي الوثيقة. هاي الوثيقة وحتى اللي موقع عليها اسمه علي بوقرة هذه الفيسبوك وإن كان الفيسبوك يقدمها مقلوبة. وهذه هاي هنا وفي جزء آخر أيضا للوثيقة ها عندك واحدة باسمه وواحدة باسم خوه كل واحد 1000 هكتار أي كل واحد 10,000 متر 10 مليون متر مربع أو 10 كيلومتر مربع. إذا في إعلانه على أملاكه قال عنده شوية استصلاح زراعي ودارها في إطار خاص يعني بأمواله. لكن في الحقيقة الوثيقة تقول أن شراها بالدينار الرمسي 1000 هكتار بدينار رمسي. الوثيقة أيضا تقول الوثيقة بالمناسبة الوثيقة رقمها 1440 و 1441 وموقعة في 5 مايو 2015 من طرف الوالي علي بوقرة اللي كان والي ورقلة يومها وهي باسم عبد القادر بن قرينة وشقيق أحمد بن قرينة. هذه باش نعطيكم التفاصيل الإضافية. من هو بن قرينة؟ لأن كثير من الناس ربما ما يعرفوش. بن قرينة هو من باش نختصر لكم يعني في دقيقة واحدة بن قرينة هو من الناس اللي لما قاموا نزار وأصحابه كبرانات فرنسا بالانقلاب وأدخلوا الشعب في التسعينات في المطحنة كان بن قرينة من اللي حطوهم في ما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي السي ان تي. السي ان تي حطوه فيه أي أنه داروه برلماني معين برلماني عينوه جنرالات. تخيل أنت برلماني بصح اللي معينك هو الجنرال مش الشعب. علاه؟ لأن البرلمان اللي ينتخبوا الشعب دخلوهم للحبس وفتحوا أبواب الجحيم على الجزائريين بغض النظر على الناس تكون مع الفيس أو ضد الفيس هذا نقاش آخر. إذا تعين فيه. هو منين كان؟ كان من لمسبي. لمسبي أي حزب كان يسمى آنذاك حزب حركة حماس وبعدين نحاولهم الآلف ولو حمس في إطار باش يقزموهم ويبهدلوهم سموه حمس. أي أن خاوتهم اللي كانوا يصلوا معاهم في المساجد وكانوا معاهم في الحلقات وكذا كانوا أرسلوا إلى الصحاري وإلى السجون وإلى الجبال وكثير منهم إلى القبور وهما راحوا داو المراكز هناك هما وغيرهم بالمناسبة يعني مش هما برك لكن شاركوا هما
وحتى قالوا رحم الله الدبابة التي حمت الديمقراطية. فإذن برلماني منذ ذلك الوقت. وتعرفوا لما خرجت الفضيحة على هذا اللي يسموه جلالي، ولأنه عمره لا تكلم بأنه راهم يدوا 30 مليون تاع لاروتريت، خدموا 3 سنين من 74 ل 97، من 94 ل 97 3 سنين، ومن بعد أصبح كل ما تزيد زيادة في الآخر تزيهم هو زيادة في لاروتريت. بمعنى اللي داروا السي ان تي 3 سنوات ما بين 94 و 97 يدوا في لاروتريت نتاع 30 مليون، تاع 30 مليون. أخدم 3 سنوات خماس عند العسكر باش دير لهم واجهة، ومن بعد دي 30 مليون من أموال الشعب. ما تزيدش تخدم، بالعكس تزيد ربما حتى تدير حاجات أخرى. من بعد لما جابوا بوتفليقة أو قبل بوتفليقة عينوه وزير للسياحة ما بين 97 و 99، ولما جابوا بوتفليقة أصبح برلماني في إطار حمص. لكن بعد ما مات نحناح نعرفوا نجماعة حمص، ولا بينهم أكثر من السيف والخنجر، ولات بيناتهم السب والشتم، وانقسم الحزب إلى أحزاب، وأصبحوا عدة أحزاب، وأسس هو ما يسمى بحركة البناء اللي هي منشقة على حمص كما انشقت عليها أحزاب أخرى وجهات أخرى. قسموا إلى 5 أو 6، وكاين الناس أفاضل ابتعدوا، حتى ابتعدوا عن السياسة يعني، وابتعدوا عن الحزبية إلى آخره. هذا باختصار شديد يعني، بون كاين كوارث أخرى ومصايب مش راح نتكلم عليها، لأن باش نبقاو برك في هذه القضية، في القضية اللي تهم أكثر هذه المرة، وهي عندما يتحدث اللصوص ويزعمون على بناء دولة جديدة ويعطون دروس في الأخلاق وفي السلوك، وهم ليسوا أكثر من اللصوص. علاش دائما نقول بلي أنا هذو اللي يجيبوهم لازم يقعدوا شادين عليهم ملفات باش ما عندهمش وين يتحركوا؟ يعني هو الآن لما خرجت هذه أصبحت فضيحة، هذه واحدة، لكن ممكن غدا هو قال باللي أنا لما قال له أنا عندي منزل في العاصمة قال له فيلا، قال له إيه فيلا، هي فيلا ضخمة ضخمة كبيرة، عندي حتى وثائقها، وربما بعد غدوة أو لما يكون عندي وقت نعاود نشوفهم، لأنه كان أرسلهم لأحد الأفاضل قبل سنتين لما بديت كلم على مع القايد صالح ومانيش عارف إلى آخره، وبدأ ينفخ في صدره أنه هو ومع التطهير. بعث لي قال لي هاو ملف، قال لي أنا شوف والله غير، وهذا شخص يعني أعرف عليه بعض الأشياء، قال لي شوف هاو الملف نتاعه وحتى منين جاب الأموال إلى آخره. لكن مش راح نتكلم على موضوع الفيلا، لازم نجيبها بأدلة أيضا، نبقاو في الإطار اللي رانا فيه. هذا بن قرينة مثلا لقيناه هنا يساوي تقريبا الكيلو شحال راه تاع الزعفران؟ او اكثر من هو الكيلو نتاعو هذه ساشي نتاع 100 غرام ولا 50 غرام. قال لهم كون نبيعوا برك الزعفران انا ممكن نديروا مداخل ضخمه للبلاد، يعني كما صاحبنا نتاع البرقوق نتاع سلال. هي الفلاحة طبيعة الحال والإنتاج الفلاحي وتصدير المواد الفلاحية هذا كلها مهمة، لكن ما هيش هذا، ما هيش تصدير المواد الفلاحية هي اللي راح تنهض بالجزائر. لو كان احنا رانا نشرب 80% من غذائنا، واحنا من أكثر دول العالم المرتبطة بالسوق العالمية وتقلباتها، والعملة الصعبة تنشرها غذاء. لو كان يكون عندنا اكتفاء غذائي ذاتي يكفينا. الحقائق اللي الناس تصدر بها وتروح بعيد بها هي في العالم الرقمي مثلا. عندما تجد اليوم شركة مثل شركة أبل أو فيسبوك أو جوجل، هذول اللي ولدوا بعضهم ولد قبل 20 سنة وبعضهم قبل 30 سنة، الآن عندهم قيمتهم السوقية فاقت منذ سنتين الآن فاتت تريليون، معنى 1000 مليار دولار، على خدمات ليس أكثر، خدمات ديجيتال في الهواء، كلش في الهواء. ما نحكوش على أمازون اللي صاحب أمازون أغنى رجل في العالم، هو طلع قبل أسبوع طلع إلى الفضاء وخدم كبسولة باش يطلع إلى الفضاء باش يديرها تجارية. شخص واحد عنده أكثر من 200 مليار دولار، أي أكثر مما ينتجه كل الجزائريين في سنة،
يملكها شخص واحد. جاء فكرة الأمازون ثم تطور ثم توسع ثم إلى آخر. مش راح نناقش الأشياء. الجزائر الآن مش راح تبقى في الصناعات التقليدية، هذا كلها مليح، لكن إذا أردنا وإذا قامت دولة شعب ودولة مدنية يجب أن نذهب إلى الصناعات المتفوقة، وأن تختصر الطريق اللي ضاع لك، تروح تركز على جوانب معينة وصناعات معينة وين عندك فيها قدرات بشرية أو عندك فيها مساحة أو عندك. ولازم أن نركز، من بين الأشياء اللي ركزوا عليها أساسا هي الطاقة الشمسية اللي عندنا إمكانيات هائلة باش نصدر طاقة شمسية نظيفة إلى العالم أجمع وبعشرات الملايير من الدولارات، وأشياء أخرى كثيرة. أما الفلاحة فنعم جيد نستثمر فيها، نقوم بأشياء كثيرة لكن الاكتفاء الذاتي أو يكون هناك تصدير محدود. الصناعات الفضائية، الصناعات صناعة الطيران، صناعة السيارات، صناعة القطارات، صناعة التكنولوجيا المتطورة في المجالات متعددة، يعني هناك مجالات واسعة لو كانوا قد نتحدث فيها لساعات. لكن الأخطر من ذلك أنه مش فقط كان ينهب، طبعا خرج وسبنا عدة مرات، هذا مش راح نجيب السب نتاعو لينا احنا، اللي ما يهمناش احنا، لا نرد او لا نتكلم عليهم لانهم يهاجمونا، هم كثيرين خليهم يسبوا كما يشاؤون. لكن خرج وقال هذا الكلام مثلا: انني اكررها من الاوراس، فاننا في حركة البناء الوطني ونحن ابناء الشعب ومتشبعين بقيم الدولة الجزائرية، نعلن بأننا ضد ثقافة الدشرة في تسيير شؤون الدولة، ولكننا لأننا ندرك بأن ثقافة الدولة تتناقض تماما مع ثقافة الدشرة في اختيار المسؤولين وتنصيب الإطارات. طيب باسم ثقافة الدشرة ورحت خذيت 20 مليون متر مربع في ورقلة اللي انت مولود فيها او ساكن فيها، هذه ثقافة الدشرة. يعني انت راك جيت تتكلمنا على ثقافة الدشرة، اللي جيد ما تكونش كاينة ثقافة الدشرة وانما ثقافة الدولة وانما ثقافة المجتمع وانما ثقافة الكفاءة، وانما ما يكونش بن عميس وخدش من الفيلاج تاعي ولا من القرية تاعي ولا من البلدة تاعي ولا من الدشرة تاعي باش نعطيهم مناصب، هذا كله جميل. لكن عندما يجيب قايد صالح يجيب جوجيل وانت كنت تمجد حد التقديس في قايد صالح، طبعا بعد ما كنت تمجد بوتفليقة من قبل، لكن بعد انقلبت مع الوقف، عندما يجيب صالح جوجيل من الدشرة نتاعو ويعينه صالح جوجيل عمره لما حطه كان عمره 89 سنة، ويحطه رئيس البرلمان رئيس مجلس ما يسمى هما بالسينا، ما يسموا مجلس السينا، يعني هذا هماك تقدس في صاحب اللي دار الدشرة. ثم أن هناك علاقات مرتبطة وعندكم علاقات واتصالات وهي في إطار ثقافة الدشرة، ثقافة الحي، ثقافة البلدة تاعي، ثقافة للأسف هذا راهو براتيكمو كما يقال ولا سبور ناسيونال. نعم لكن انت راك تزعم انك ضده، لكن تتمارسه وتقدس اللي يمارسوه، انت تمارسته انت شخصيا. واقعة هذه انك تاخذ 20 مليون متر مربع، بالمناسبة اخذت على اهل المنطقة، يعني انا متأكد باللي فيه عشرات الالاف من شباب ورقلة راهم بدون عمل وكاين اللي ما عندوش متر مربع واحد، انت تروح لهم هناك وتنفخ فيهم باعتبارك ولد المدينة، معناه ولد الدشرة هنا، لكن تنهب اراضيهم مثل بعض اصحابنا واحد اخرين ايضا في اماكن اخرى، نهبوا الاراضي، نهبوا الميناء، نهبوا وعلى اساس انه هو مع الدشرة او بالدشرة، لكن هو ينهب المنطقة. انت فعلت نفس الشيء، في حين أن شباب ورقلة بعشرات الآلاف فيهم من انتحر وفيهم من أصيب بالجنون وفيهم من راه مدمن على المخدرات وفيهم راه مدمن على الـ على الـ على الـ على الخمر وفيهم من همل وفيهم من خذال بوطي وفيهم من راه عايش وصابر
ما يملكش متر مربع واحد لا في نقاوس ولا في تقرت ولا في ورقلة ولا في المغير ولا في الجامعة، باش نحكي فقط على المدن المجاورة، ولا في المنيعة ما يملكوش متر واحد. عشرات الآلاف من الشباب، بل نقول مئات الآلاف من الشباب في المنطقة، أنت تجي باسمك وباسم أخوك 20 مليون متر مربع، 2000 هكتار بالدينار الرمزي. لو كان حسبولك المتر المربع بدينار واحد أو بألف فرانك 10 دينار فقط، لو كان خلصت 200 مليون دينار، معنى 20 مليار بألف فرانك المترة. هاي يعطينوا للناس اللي يقدروا يشروا حجرة مش ميترة في الجزائر بألف فرانك أو حتى ب50 ألف فرانك أو حتى ب100 ألف فرانك المتر مربع. جيت دير فتنة في الحقيقة وتهاجم في منطقة لأن سيدك وسادتك اللي راهم الآن يا في القبور يا في السجون كان الهدف خداع الشعب مرة أخرى، مرة بشيطنة الإسلاميين واعتبارهم إرهابيين، جيب اللي يجي معاك، هذا واش 92، ثم في 2019 شيطنة منطقة القبائل، جيب اللي يجوا أيضا مع النظام، خاطش جاتهم على هواهم شيطنة منطقة القبائل. كاين اللي تجي شيطنة الإسلاميين على هواه ويمشي مع الدبابة، وكاين اللي تجي شيطنة القبائل على هواه ويمشي مع الدبابة، والعاقل والمنطقي أنه ما يمشيش مع الدبابة تحت أي ظرف كان وتحت أي عنوان كان. لكن أنت زعمت أنك ضد ثقافة الدشرة ورحت تنهب في الدشرة نتاعك 20 مليون متر مربع، 20 مليون متر مربع. كلكم ثقافة دشرة، وكلكم ثقافة نهب وثقافة كذب وثقافة فساد. كان لو كان عندك ذرة ضمير واحدة، لو تستحيا عندك حياء، قطرة حياء في وجهك، ما كنتش تقدس في بوتفليقة لمدة 20 سنة. أنا شخصيا عندي معاك مواجهة مرة في برنامج إخباري في الجزيرة مدة 10 دقائق وربع ساعة، جاي رايح القطر بأموال الشعب باعتبارك وزير، ونهارها جايبيني أنا بتليفون أو ما نش عارف وين، وتقول باللي الشباب لبس بيه ومكاش. كان النقاش، ما زلت متذكر، كان النقاش على نسبة البطالة في الجزائر، وجيت تقول ثم وتبيع في الكذب. هذه واقعة، الناس تقول تجيب لك ألاف الوقائع في القنوات وفي الجرائد وفيما تكتب وفيما تكذب طول الوقت، تكذبون أكثر مما تتنفسون. لكن كان الهدف نتاعكم ما بيكم لا الدشرة ولا شيء، الهدف هو تسخين جزء من الناس اللي ممكن استغفالهم واستحمارهم ضد جزء من الجزائريين، مثل ما فعل نزار وتوفيق وتواتي والعماري، استحمروا جزء من الجزائريين ضد جزائريين آخرين، فذبح الجزائريين وأحيانا ذبح حتى اللي مشوا معاهم. وكنتم تريدون فتنة في البلاد، وصلتوا تتحدثوا حتى على زيرو كابيل، وما زال منهم مسؤولين راهم موجودين. طبعا في إطار صراع الجنرالات قاموا باعتقال عدد من الجنرالات، وقالوا كانوا مشرفين على الذباب وعلى شيطنة المعارضين وشيطنة المنطقة وإلى آخره، لكن فقط في إطار الصراع، لأن ما زال الشيطنة مستمرة، وأحيانا الشيطنة للقبائل، وأحيانا الشيطنة للمسلمين أو الإسلاميين، وأحيانا الشيطنة لمنش عارف من. المهم اللي ضدكم تشيطنوه، تلقاو له عنوان، تلقاو له وين تدير له تيكيت وتشيطنوه وتخرجوه إرهابي أو تخرجوه زوافي أو تخرجوه ما شئتم. هاي اليوم تتكشف الحقائق أنك عندك 20 مليون متر مربع، بينما أهل ورقلة وما جاورها، أو أهل بشار وما جاورها، أو أهل أضرار وما جاورها، ونقدر نعدد كل مدن الجزائر، أغلبية الجزائريين لا يملكون متر مربع واحد لا للسكن ولا للاستصلاح الزراعي ولا حتى مرات باش يحط فيه قيطون. أغلبية الجزائريين لا يملكون شيء
في أرض مساحتها هي عاشر مساحة في العالم، وملايين الجزائريين ينتظرون السكن وقد لا يتزوجون أبدا لأن فيش سكن، وملايين الجزائريين عايشين كالسردين في عمارات وخصومات الجيران التي لا تنتهي. هذا إذا كان يوصلهم الماء أصلا من طابق ثلث فما فوق. لا تستحون، تكذبون أكثر مما تتنفسون، وهذه فضيحة واحدة. وأنا أقول لك ما زلت خرج لك فضائح وفضائح كثيرة، لأن خصومات الجنرالات وخصوم أنتم أتباعهم وأذنابهم، كل جهة راح تخرج على جهة. ومازال أكثر، هذا اللي رشحوه لي باش يولي رئيس، وخرج معتوه برمنغهام يقول لهم احنا مرشحنا هو بن قرين الوطني الباديسي النوفمبري. وقلنا لكم يا اخواننا هذه الباديسيون النوفمبري راهم جابوها باش يقسموا الشعب من جهة وباش يوصلوا الى المناصب والى النهب، راهم ابعد ما يكونوا عن النوفمبرية. هؤلاء اعداء نوفمبر، اعداء الثورة، اعداء الشعب، خاونة الوطن، سواء كانوا جنرالات أو وزراء أو ولات أو إلا من رحم ربك. نتكلم أساسا على اللي في يدهم القرار السياسي. هاي مرة أخرى وفضيحة أخرى، وهنا أنا كما يقول لك نمر عليها على السريع لأن باش ما نطولش مع هذا، وكنت قادر نجيب له عشرات الفيديوهات اللي كلها تدينه وتثبت عليه العنصرية. هناك عنصريين في منطقة القبائل، وهناك عنصريين في مناطق أخرى، نعم، والعنصرية من هنا أو من هناك مدمرة الجزائر للجميع، والجزائريين يتساوون، وما فيش واحد أفضل لأنه ولد في عنابة أو في وهران أو في تيزي وزو أو في ورقلة أو في بشار أو في غرداية، الجميع يتساوى. ورونا أعمالكم، ورونا أفكاركم، ورونا خدمتكم للوطن، ورونا دفاعكم عن المظلومين، ورونا مساهمتكم في الاقتصاد، في الأفكار، في القناعات، في خدمة الدولة وخدمة الشعب، والدولة اللي تكون في خدمة الشعب أساساً، ورونا هذا. أما أين ولدت؟ واش أمك تتكلم كي جابتك؟ هذا لا يعنيني. يعنيك أنت تحدث على أصلك؟ هذا طبيعي. ما يعنينا كجزائريين هو ماذا نستطيع أن نفعل لهذا الوطن ولهذا الشعب المسحوق المسكين المستضعف المفقر المبطل المعطل. هذا اللي يعنينا. ويحيى كان قبائلي، كثير من أهل القبائل وخرجوا له في السطار حتى قبل الحراك وشتموه بكلام بذيء، نتمنى ما يتكررش البذاءة، لكن كانت قوية هزتهم. أعتقد أنها كانت في 2018. الأحرار ما ينظرش إذا كان أنت ولدت في الدشرة نتاعو ولا في البلدة نتاعو ولا مو ومك عندهم نفس اللهجة أو نفس اللغة أو نفس الأحرار ينظرون إلى المواقف. قل لي مع من أنت واقف، مع المظلوم ولا مع الظالم، مع المنهوب ولا مع الناهب، مع الشعب أو مع الأثرياء السارقين اللصوص. طبعا كاين اللي مع القوي فقط. هذا اللي يهمنا كجزائريين، والحقيقة أن الإنسانية كلها كلما ارتفع مقدار فهمها وأخلاقها كلما رأت إلى السلوكيات والأفعال وليس إلى كان أبي أو أنا من القبيلة الفلانية أو الدشرة الفلانية أو المدينة الفلانية أو نتكلم اللغة الفلانية أو العلانية، إنما سلوكك، عملك، إحسانك للناس. يقول من لا ينطق عن الهوى أقربكم مجلسا مني يوم القيامة حسنكم أخلاقا، ويقول أحبكم إلى الله أنفعكم لعباده، ما قالش لعباده المؤمنين أو المسلمين، للعباد، كل العباد. بل أنه أخبرنا أن امرأة من بني إسرائيل عاهرة عزكم الله سقت كلب فغفر الله لها وأدخلها الجنة، كلب أعطته الماء كان راح يموت. أنتم تنحوا الماء للشعب، كان رحمه الله أخونا بطاطيش
اللي هو كان مسؤول كان برلماني في الافافاس واللي مات قبل 10 أيام أو عنده مقولة كانت جيدة، قال لهم إذا كان آدم كلا تفاحة ربي حرم عليه الجنة، يعني لما أمره باش ما يأكلهاش وكلاها حرم عليه الجنة. انتم كليتوا البلاد، هو قال والله ما والله ما تدخلوا الجنة. طبعا هذه مش من حق واحد يقول في براسة الله أنه انت والله ما تدخل الجنة ولا تدخل النار، ولا هذا أمر الله، لكن منطق يقول أنتم تطمعون تدخلوا الجنة، أنتم تطمعون تدخلوا الجنة وأنتم أكليتوا أموال الفقراء وأموال الشعب وأموال الناس وأموال البلاد، والبلاد راهي على 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 على, على ركبتيها راهي أجنو. إن كل إنسان عاقل وكل إنسان يحمل حد أدنى من الأخلاق يهم سلوك الناس وألسنة الناس وتصرفات الناس وما قدرتهم على العمل، وما يهمش الأصل ولا الفصل ولا كل واحد يفتخر بأصله من حقه، كل واحد يفتخر بلغته من حقه، كل واحد يفتخر بدينه من حقه، لكن الأصل في الأشياء هو واش تقدم للناس، واش تقدم للبشرية وقبل البشرية، واش تقدم لأهلك، أهلك في البلد في الوطن، لأن الأقربون أولى بالمعروف.